Merci beaucoup, Monsieur le Président. شكرا جزيلا سيادة الرئيس، شكرا على استقبالكم، شكرا على هذه الكلمات. مرة أخرى يسعدني أن أكون في القاهرة إلى جانبكم لمواصلة الحوار الاستراتيجي القائم بيننا منذ عدة سنوات في هذه اللحظات الخطيرة العصيبة. لقد ذكرتم للتو بأننا نعيش فترة مظلمة جدا، وفي مثل هذه الأوقات يهم أن نبذل كل ما بوسعنا لتفادي التصعيد ولتفادي تزايد حدة التوتر. لا شيء يبرر الهجوم الإرهابي لحماس ضد إسرائيل. فرنسا أدانت ذلك فورا و اعترفت لإسرائيل بحق الدفاع عن نفسها باحترام أحكام قانون الحرب والقانون الدولي القانون الإنساني الدولي. ولكن اليوم الوضع الذي نراه اليوم يمكن أن يقودنا إلى مخاطر وتصعيد، وهذا ما تكلم عنه، وبالتالي من الضرورة أن نقوم بعمل سريع. أولا وقبل كل شيء، وأود أن أشكركم سيادة الرئيس وأحيي وأنا أقف إلى جانبكم الجهود التي تبذلها دولة قطر لإطلاق سراح الرهائن. هناك أكثر من 200 رهينة تحت حركة حماس اليوم، ولسوء الحظ هناك 9 رهائن من الفرنسيين أو من مزدوجي الجنسية، ولكن كل الرهائن يجب أن يتم إطلاق سراحهم بأسرع ما يمكن. وأشكركم خالص الشكر على الجهود التي تبذلونها منذ 7 أكتوبر الماضي لهذا الغرض. هذا هام جدا، ونحن نفعل كل ما هو ممكن لتسهيل هذه المسألة. ثم أود أن أشكركم في هذا السياق على قيادتكم وعلى ما على القمة التي نظمتموها في القاهرة الأسبوع الماضي للتذكير بالمأساة الحالية وضرورة إيجاد حل لها بأسرع ما يمكن. وكذلك سمعت رسالتكم سيادة الرئيس، كما سمعت صرخة الإنذار التي أطلقها ملك الأردن فيما يتعلق بازدواجية المعايير. أريد أن أكون واضحا جدا، فرنسا لا تمارس ازدواجية المعايير. القانون الدولي ينطبق على الجميع، وفرنسا دوما دافعت عن قيم عالمية، قيم الإنسانية العالمية، حياة البشر متساوية، وليس هناك من أولويات. كل الضحايا يستحقون تعاطفنا والتزامنا من أجل السلام في الشرق الأوسط، ونبقى أوفياء لذلك. أنا أعرف أيضا التزامكم سيادة الرئيس في هذا الموضوع. عودة إلى ما قاله سيادة الرئيس للتو، ما نريده هو في الواقع مبادرة سلام وأمن تسمح بتفادي التصعيد وتعالج الجذور لهذه المشكلة التي نمر بها اليوم. أولا، الجزء الأول من جوابنا هو مكافحة الإرهاب. أقول ذلك لأن في 7 أكتوبر تم ارتكاب عمل إرهابي خطير ضد رضع، ضد أطفال، ضد نساء، ضد بالغين، بدون مبرر. وهنا أيضا قتل فرنسيون، 31 مواطن فرنسي قتلوا في هذه العملية. ولكن لا يجب أن نتساهل أمام الإرهاب. أنا أعرف أنكم في مصر حريصون جدا على مكافحة الإرهاب، ولقد خضتم هذه المعركة لسنوات، وبالتالي أود أن يكون أن نستمر في تعاوننا الوثيق في مجال المعلومات واستهداف الإرهابيين. والجواب الصحيح هو أن نتعاون، أن نتعلم دروس التي استخلصناها من تحالف الدولي ضد داعش الذي عملنا في إطاره منذ عدة سنوات، ونتبنى التدابير المطلوبة ضد المجموعات الإرهابية التي تؤذينا في المصلحة في المنطقة. إذن هذا تعاون إقليمي ودولي لاستهداف الإرهابيين وحماية المدنيين، والتعاون في مجال الاستخبارات وتبني تدابير متعددة لاستئصالهم. هذا عمل سوف يتطلب الوقت،
الوقت سوف يتطلب أيضا التحضير وسيحتاج إلى مجهود لفترة معلومة. مصر وفرنسا تعرفان ما هي معاناة من جراء الإرهاب، وأعتقد أن هذا هام جدا. المحور الثاني الذي نريد أن نتقدم فيه يتعلق بحماية المدنيين. ذكرتم سيادة الرئيس على وجه الخصوص، تكلمتم عن الفلسطينيين من رجال ونساء. المساعدة الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة بدون عوائق، وأود أن أحيي ما تفعله مصر لسكان غزة اليوم. لقد تكلمت عن هذا الموضوع بالأمس وصباح اليوم مع جلالة ملك الأردن، وهو ملتزم بقوة عن طريق مستشفى تعمل الأردن على حمايته وضمان استمراره بالعمل. وتكلمت عن هذا الموضوع أيضا مع رئيس وزراء نتنياهو ومع الرئيس محمود عباس لوصول المساعدة الإنسانية. فرنسا أصرت على وصول المياه إلى غزة بدون أي عقبة وإعادة تزويد القطاع بالكهرباء، وبالتالي سوف نستمر بهذا العمل الملح والطارئ. وصباح اليوم كان لي نقاش مع ممثلين عن الأونروا وقالوا لي أن الوضع حرج. إذن هذا هو الوضع الذي نريد أن نجد حلا له بالعمل معكم وإلى جانبكم. كما تعرفون فرنسا تعمل لدعم هذا الجهد، إذ نقدم مساهمة عالية للأونروا. لقد في الأسابيع الماضية زدنا مساهمتنا للأونروا بقيمة 10 مليون يورو لمصلحة الشعب الفلسطيني. وبتنسيق وثيق معكم نريد استخدام الدروب المفتوحة انطلاقا من مصر. هناك طائرة فرنسية سوف تحط غدا في مصر لتسليم معدات ومواد طبية، وهناك طائرات أخرى سوف تتبعها، وسوف نكون نشطين بالنسبة للأدوية والمواد الطبية. وكذلك وأشار الرئيس إلى ذلك على إثر محادثاتي مع كل الأطراف المعنية بالأمس، أود أن أعلن أني قررت أن إرسال سفينة من البحرية الفرنسية لتأتي لدعم مستشفيات غزة. السفينة سوف تغادر مرفأ طولون في الساعات المقبلة. كذلك سوف قمنا بحشد موارد مالية إضافية لتقديم المساعدة في غزة وفي الضفة الغربية، ولا ننسى كذلك حماية الرجال والنساء. وأشكركم كذلك على التعاون الممتاز لحماية مواطنينا. هناك 54 مواطن فرنسي في غزة اليوم ونريد حمايتهم. هناك حوالي 170 فرنسي أو موظفين في المعاهد والمؤسسات الفرنسية ومن التابعين لهم أسرهم، ونود إخراجهم وحمايتهم. والأساس الثالث إلى جانب مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين، المحور الثالث هو المحور السياسي. طبعا هو الأصعب، ولكنه هو في جذور الكثير أو سبب الكثير من الحقد في هذه المنطقة. كنا نقول مع سيادة الرئيس أننا منذ بضعة شهور كنا نتكلم عن الحق المشروع للشعب الفلسطيني في دولة وفي حل سياسي. كان عدد الذين يتكلمون عن هذا الموضوع قليلا في الأونة الأخيرة. تعرفون أن فرنسا لم تحد أبدا عن هذا الدرب، ومصر لعبت دائما هذا الدور المتميز في حمل القضية السياسية إلى الواجهة. يتعين علينا أن نبذل اليوم جهود متميزة للوصول إلى دولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان. هذه فكرة قديمة، ولكن لم يعفى عليها الزمن. وبالتالي أعتقد أن الدرب السياسي ضروري ولا بد منه، لأنه يشكل مخرجا للغضب لا يكون العنف، ويعني الاعتراف بالحق المشروع للشعب الفلسطيني و
ويضع إطار لهذا الموضوع. علينا أن نفعل ذلك، لقد طال الانتظار، ومن الملح والطارئ أن نفعل ذلك اليوم. وأعتقد أنه علينا أن نخوض هذا المسار السياسي في نفس الوقت الذي نكافح فيه الإرهاب، وفرنسا مستعدة. وأشكركم على كلماتكم، وأعتقد أننا نلتقي في هذا النهج سيادة الرئيس. نحن نريد أن نعمل مع كل الشركاء من ذوي الإرادة الطيبة في المنطقة وفي العالم. نريد مبادرة على محاور ثلاثة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين وإيصال المساعدة الإنسانية والشق السياسي وحل القضية الفلسطينية. كل هذا يتماشى تماما وأمن إسرائيل، وتعرفون أن هذا موضوع يهمنا، وهذا يجب أن يكون في كل مرحلة من النقاط الحاضرة إلى أذهاننا. هذا يسمح لنا بتحقيق السلام في المنطقة. كل دول المنطقة تقبل وجود إسرائيل وتقبل ضمان أمن إسرائيل، وأن يتم الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه بدولة تعيش بأمان وسلام، ونتفادى التصعيد وتزايد حدة التوتر. أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لنعمل معا، ونحن نريد أن تقدم على هذه المحاور الثلاثة مرة أخرى. شكرا لكم سيادة الرئيس، ولقد اتفقنا مع سيادة الرئيس السيسي على تعزيز شراكتنا أكثر. لقد اختبرنا ذلك في السنوات الأخيرة حول كل المواضيع الاستراتيجية، وخاصة في مواجهة الأزمة الليبية، وسوف نعمل يدا بيد. أنا أعرف دوركم المتميز، وأود إن سمحتم لي بهذه الكلمات، أود أن نعزز أكثر هذا المحور، لأني أعتقد أنه محور عادل وفعال ويحترم القضايا. شكرا سيادة الرئيس.